بيه شو ديرا دي السلام عليكم. شو ديرا دي باش نعملوا اونتروتيان نوريكم اللي تا معناها نتاعها قبل التصليح، ومن بعد بحول الله نوريكم كيفاش خرجت شو ديرا. بون احنا ما وريناكمش كيفاش كانت، اما هكا هاكم تاخذوا فكرة هذه اللي تاع نتاعها. من بعد بحول الله بعد ما نكملوا وتتبعوا معانا شوفوا اللي تاع نتاعها كيفاش ولات. اي تبعونا كيفاش ترجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقطع علينا عادة. باش ندير هذيا كان في دار الخيام، معناها وصلت للموت، البلوك مهلوك، السباب ما ثماش. اقترحنا على الخيام باش نحوها من الدار ونجيبوها للاتولي. الخيام وافق نهزوها يزور للاتولي. فرقناها كما قاعد نشوفوا فيها قطعة قطعة، ما فيها حتى شيء. البومب الاستراكتير كل شيء نحيناه. توي كما نبدو نرجعوا بالقطعه بالقطعه. كلهم يتابعونا كيفاش ركبوها؟ اي بالطبيعه مش تابعونا. ويتابعوا القناه زاد؟ ويتابعوا القناه ويتابعوك انت ويتابعونا احنا. على فكره وقت اللي يوصلكم الفيديو هذا تكون الشان عملت 5000 ابوني، شويه 5000 ابوني مقارنه بمحتويات اخرى وقنوات اخرى. اما مثال رغم ذلك انا مازلنا نواصلوا ونصعوا في بالنا معكم. هاي تابعونا انا مش هركلوها تويك، وانت اللي قاعد تتفرج كان عندك شوديير وجاي كشتي وكل شيء لازم تتفقد الشوديير نتاعك وتروتيان كذا. شنو وصلت؟ خلي رضوان عاد معاك. وين عمي رضوان؟ عم في توك عم يحكي لكم برشا. شنو رضوان؟ سايب ديما بحثي. ركبنا البوم توك مش نعدوا الاستراسيون اللي هما الجعب المربوطة بالسانيتير والشوفار تربط كل السيركوي بتاعها. هذاك جون تاع الاكستراكتور نعملوا له الجريس باش يعطي الطوع خاطر شيح هو سينو يولي يعمل حس يعمل فيبراسيون كدا شيح باهي. تعمل ضربة على اليمين ضربة على اليسار تحس هذاك تكبس توصل ترجع للآخر. هذا ميكرو موتور تو بشرح بقى يد تهبط ويد تركب بالسيركل تهبط هبط بيديك هبط بيديك هكاك يديك تكون ساهة مع تك عمل تك سابع سيد. توا كيما شفنا ركبنا توسكي سيركوي دو او البومب بارتي دروا بارتي غوش الالكتروفان كل ما هو متعلق بالناه كملنا ركبناه باش نجربو توا نبرانشيو الماء بالطبيعة الباب الصون تو سي تو معناها سيركوي. علاش نعملو العملية هذيا؟ باش نتجنبو إذا كان فما فويت وقد تطرا بعض أشياء من النوع هذايا أو كان نتجنبو الفويتات ونتجنبو كذا نجربو في عقلنا
من بعد المرحله الاخيره ركبوا معناها الكارتا والكابلاج وكل ما هو متعلق بالبتاع السيركوي الكتريك بتاع الشادير. هذه هي الشادير اللي توا كنا نشوفوا فيها، هي توا تخدم في دار اليوم. كيف ما شفتوا هاكم شفتوا الشادير كيفاش كانت كيفاش ولات. ماذا تساوش تعملوا ابوني للقناة واذا كان حقيتوا اي حاجة 22-30-15-15. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.